فاجأناك وفاجأتينا. ما سألتيني عن الفولات اللي فرطيون المساء وين صاروا؟ لونهم كيف؟ بقى لون أخضر. كتير بيعطوه نكهة طيبة هاي الإضافة. خالتي ما قلتي له للمتابعين إنه ليش فورة من المي على الطنجرة؟ عنا سلطة الخيار بلبن إن شاء الله. ذهب. يا سلام. يا عيني. اليوم رح نعمل فول. هلأ هاي الفليني أو السحارة تقريبا بتجي 20 كيلو. جبناها المساء. قالت لي خالتي اللي هي حماتي، أكيد كلكم بتعرفوها، قالت لي يلا خليها للصبح ما رح نشتغل فيها هلأ، بس أنا رح أعمل إياها مفاجأة ورح أفرط القسم اللي بده تفريز ورح نقي منها الصغار مشان الطبخ. يكونوا جاهزين إنه نفرمهم ونطبخهم. ما رح أفرمهم من اليوم عشان ما يسودوا وينتزعوا، بكرة إن شاء الله بنفرمهم ونجهزهم. يلا هلأ الكبار مثل هاي شايفين هاي، رح نفصصها أو نفرطها، ما بعرف انتو شو بتقولوها بلدكم، شايفين؟ اما الصغار الطرايا مثل هاي مثلا، مثل هاي شايفين هاي صغيرة وطرية، هاي ممكن انه تنفرم وتستوي على الطبخ، فهي رح نخليها للطبخ ورح جهزهم مشان بكرة خالتي تتفاجأ الصبح وتلاقيهم جاهزين اذا الله راد. شايفين؟ هلا كلياتهم انا طبعا رح البس كفوف انا هلا واشتغل فيهم على مهلة هيك اسهر شي ساعة زبطهم. هاي كمية الفول اللي طلعت عندي، ودولي حاولت يعني قد ما فيني نقي الطرايا الصغار، ان شاء الله يكونوا هدول مناسبين للطبخ. بكرة خالتي بتشوفهم بتشوف وضعهم انه اذا ممكن تستخدم بس الحبات وممكن تترمون مثل ما هني اذا كانوا لقيتهم طرايا ومناسبين. يلا نلتقى بكرة. تعالوا فرجيكم خالتي شو عم تعمل. فارمي الفولات. كيفك خالتي؟ اهلا زوا، يعني مفاجأة لقيتيها. الله يعطيك العافية لك. الله يعافيك. فاجأتينا، ليش مبلشي فيهم؟ فاجأناك وفاجأتينا. كمان انت فاجأتينا، فرطت الفولات. اي والله بس ما توقعت تبلشي فيهم. والله تفاجأت. انبسطتي؟ اي والله. طيب بس لحظه لساعتك، اتركي اتركي عنك. لا لا يلا افرم. انا خالتي بتحب كل شيء يكون على بكير. شايفين هلا هون هي مجهزتهم حاططهم بالمي مشان ما يسودوا. ما سالتيني عن الفولات اللي فرطيون المساء وين صاروا؟ وين صاروا صحيح؟ كورت عليهم المي وبردوا. ليكو ان شاء الله مجهزتهم كمان خالتي. على زهزوها تعبيهم. الله يعطيك العافية. كنا بدنا نعرض لهم طريقتهم كمان للمتابعين. بسيطة يعني، شو حطينا لهم معلقة سكر كبيرة، معلقة كمشة ملح، وفارت المي عليهم، صفيناهم، كتينا عليهم المي باردة لحتى يبردوا. هاي كل الطريقة يعني. هلا أنا عندي فكرة، عندي فيديو من قبل مصورته أنا عن طريقة الفول، هلا رح أعرض لكم إياه مشان يلي حابب يعرف طريقته. حطهم بطنجرة، بس قبل ما نحطهم على النار رح أضيف عليهم مي لحتى ينغمروا بشكل تام، وبضيف عليهم 3 ملاعق طعام ملح و4 ملاعق طعام ملياني سكر. أكيد الملح له دور كتير أساسي بحفظ الفول لفترة أطول، السكر له دور كمان بأنه يعطي اللون الأخضر الحلو للفول على المدى الطويل. هلأ بنحطهم على النار، بنحركهم بشكل جيد لحتى تدوب كل حبات السكر والملح، ننتظر لحتى يفوروا وتطلع عليهم رغوي بيضة، شايفين مثل هيك. هلأ بعدها مننتظر 5 دقايق ومنشيلهم، بس بهالفترة هاي منبقى عم نحركهم بهالشكل هاد. وهلأ هيك صاروا جاهزين، رح حطهم بالمصفاية وفورا بفتح عليهم صنبور الماء، منخليه مفتوح لحتى يبردوا تماما. وإضافة لهالشي منكون مجهزين وعاء معبينه كمان ماء، وكمان بنسكبوا فوقهم هن سخنين لسه. بهالطريقة هاي منخلي الفول فورا يبرد، ما منخليه سخن ويتعرض للهواء لحتى يبقى لونه أخضر على المدى الطويل. بردناهم بشكل جيد بالماء، شايفين لونهم كيف بقى لون أخضر كتير حلو ما تغير أبدا، وهيك رح يبقى معكم بالفريزر. رح عبيهم. هلا عليك تعبيتهم بالكياس. ما شاء الله لونهم أخضر طالع أحلى. السكر ايه معنا شوي مكحلات، بس السكر عدل اللون شوي. يعني اللون شو معناته مكحل؟ هل بيكون هيك؟
صار اسود هيك هون عند العين اسود. أي. لازم يكونوا اصغر بالعمر شوي. شو طيب الفول الاخضر هذا اللي بقشره كثير طيب. اي والله كانت روح قلبها هي الاكله. والله انا عندي اياها ادمان، لازم تضلها بالبراد. طيب حتى بارده من قلب البراد. كانت بتحبها على الفطور على العشاء على الغداء. اي والله كل وقت. هو هذا مو اسمه قصير بالفول. بيبقى على مدار السنه موجود بس غير نكت هذا بهذا الوقت. لانه هذا اوانه. خلينا نزلهم مددين بقلب الكيس. ايه يلا هلا افضل ما يكونوا هيك. هلا بمدهم بعد ما بسكر عشان يكونوا حبس شوية هوا. شايفي؟ هلا بمدهم. هيك دقيقة. هي خلصناهم. عنا الكهرباء بسوريا ما كثير بتجي. فهدول يعني بكفونا لفترة قليلة فما رح نمون كمية كبيرة. لانه يعني هلا حاليا عم بتلج بالفريزر بس بعدين بلش بالصيف خلص ما بقى تلج على وضع الكهرباء. فلهيك يعني انه كم طبخه بس لقدام شوي. اشرب توم يلا. وهالوصلات اللي جنبك جيبي لي اياها ونزوها. يلا هذا شغل المزرعه. هلا هدول البصلات انا كل ما زرعت عندي بصلي من البصل اللي بستعمله للطبخ ما بكبها، باخذها بحطها بالشقف بحطها على البرندة. فهلا وقت محتاجهم بجيبهم. انا بفرمهم بين الفول. هيك عني بفرمهم بين الفول. كثير بيعطوا نكهة طيبة وإضافة طيبة كثير. ايه شوفوا احلاهم. فريش هلا تازة. والله. هذا ان شاء الله بنبقى بنعرض لكم كيف الطريقة انه الواحد بيقدر يعمل هيك. انه عندك بصلة زرعي ثلاث كبيه فورا عندك شقف زراعية فيه. وهلا هذا التوم جديد طيب. خالتي روح قلبها تكتر فول بقلب تكتر فول. خالتي روح قلبها تكتر توم بقلب الفول. الفول بحب التوم كتير، لازم نكتر له توم وزيت الزيتون. هو والفاصولية الخضراء نفس الطبخة نفس الشيء، نكتر له توم وزيت. صوت حمامي. امبارح فات لعنا على البيت عصفور صغير فرخ. يا حرام عم يطير جديد عم يتعلم الطيران. هلا مليان على الشاشة صافير وقت التفريخ. هلا انه شيء مطير شيء صار جديد مفقس. سبحان الله. هلا شوفوا هالبصلات خالي ترمتهم احلاهم. نضيفهم عليه هيك يعني ريحتهم تاخذ العقل. هالبصل كثير بيعطوه نكهه طيبه هاي الاضافه. هي. جربوها. وهي التومات كمان جهزوا رح ارسل لك اياهم. سيريو يلا هلا خالتي شغل الغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط زيت، هذا زيت نباتي اقل من نص كاسه، وهذا زيت ثلاث ارباع زيت زيتون ثلاث ارباع الكاسة. وهلا بنضيف كم سناي توم مفرومين. انا ما بدي توم كثير. هلا نبلش نضيف الفول. هلا نحن عم نشيله هيك عم يطلعوا مي. خلي النار قوية هون. هلا حاليا قوية. ما شاء الله أكلة طيبة ومعتبرة. شو بالباذن بياض هاي؟ خيار بلبن. ايوه بصفيها هدول ونصفاي بايض. خالتي ما قلتي له للمتابعين انه ليش فورا من المي على الطنجرة على الطبخ؟ الله هيك بيطلع معك شوية مي تحسها موزون، الطريقة موزونة بحاجة لشوية مي. ايه هلا احيانا هيك ما عاد يحتاج اذا كان طري. ممكن يكون شوي قاسي الفول. تنشف هاي المي وما استوى. شو بتعملي بهالحالة؟ بتضيفي شوية مي بالتدريج لحتى تلاقيه استوى وبتخليه لينشف لحتى يبين الزيت. بنخليهم على نار عالية لحتى يتغير لونهم شوي ويصير بخار هيك بقلب الطنجرة وبعدين بنهدي النار. إذا كان على هادي بشد وما بتستوي. قالت شو هلا لك بلش غير لونه؟
ما شاء الله يعني لون اخضر كثير حلو. ايه بتعرفي حكيهم على عيني اصغر. اصغر؟ هي رح لون على الاصغر. دول التومات هلا دقيتهم كلياتهم. شوفوا شو احمودي حلو حلو. شو هذا؟ اسمه توم. برافو شطور. هذا بيسك بس. ايه نجيب لك اياها. نجيب لي اياها بابا. حلوه من السوق. من السوق من الشام. من الشام من المحل. المحل 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 بالشام هنيك. فرجيكم الحمام شايفينه من واقفة ما أحلاها. نشوف شو صار فيه. بلشت تنشف ميته ما بده مي. ما احتاجه؟ ما بحاجة. مستوي الفول. هنا نضيف التوم هالمرحلة. ما شاء الله شايفين كمية التوم وفيرة. لازم. زعطيني الكزبرة. يلا. معلقة كبيرة كزبرة. هاي بتحب الكزبرة. بس ما بتحب الحلقة خضرة. هاي الفليفلة حمراء. فلفل أسود. بدنا معلقة كمون. وضافت خالتي كمان معلقة كمون. معلقة صغيرة كمون. شايف ما أحلى لونهم ما شاء الله. شهوا يا عيني ريحتهم جنن جنن. شوفي لي ملحهم. بدل الملح. شوف الملح والفول ما بياخذ ملح كثير. هيك بده رشه صغيره. هيك رشه. خالتي شوفي حاجتهم. ايه تمام. هلا هيك بين الزيت. ايه انا بحبهم يتقلبوا بالزيت ما يكون في مي. النكهه بتصير اطيب. هلا هون خالتي رح تجهز لكم اطيب طبخه رز الفول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. رح نحط سمنه بالاول. بسم الله. كل كاسه رز بده معلقه سمنه. هلا حطينا هون 3 معالق وعندنا هون معلقه سمن بلدي وعنا لية. لأن هدول بنعمل حساب ولا بنطالعوا. طلع دسم. طلع دسم اللية. معلقة هاي السمنة. إن كان كنت تحطوا مثلا لحمة شقف تسلقوها تحطوها بيناتها. ممكن لحمة مجرمشة. هات الفولات زهار نزليهم. هدول نفس الفولات اللي فورت عليهم الصبح ما؟ نفسهم ايه. بالعادة انا ما فور عليه اذا بدي اطبخه يعني رز الفول. بس لانه مكحل شوي بيطالع لون احمر شوي فبيصبغ الرز. يعني انت حاب يطلع الرز فاتح؟ بس يعني ما هري اجراني. هلا بنشوف شو رح يطلع غامق ولا فاتح. هلا هيك حاجتهم زهر الفولات لانه هني مفور عليهم مسبقا فمستويات شوي وبدنا ننزل ياخذوا سويان. أيه. مع الرز يعني نزل الرز. نزلي الرز يعني هون عندنا 3 كاسات ونص رز. رز طويل الحبي وقصير. ايوه مشكل بسمتي وقصير. بدي ارش فلفل جوا. هاي باقي الزيات. هاي فلفل. وهلا هون عندي 4 كاسات مرقة. مرق دجاج. اذا ما عنده مرق دجاج شو فيهم يستخدموا؟ بحطوا مكعب ماجي. يعني كل كاسه رز قد ايه بدها؟ كاسه وربع. انا رح احركهم شوي هون بس عشان يتجانسوا. انا لانه ما بدي الفول ينخبص بالمي. في ماده فيها مثل الطحين بتطلع بتخلي الرز يدبق. هيك انا ما غليته بالمرقه بالاول مباشره مثل المقلوبه. ادوي لي المرقه. شوفي ملح منيح بنظبط الملح. انا حطيت ملح المرأة بس احنا بندوق بنظبط على الدوال. يلا رح ندوق ملح منيح ما بيحتاجه شوي. بدهم يعني شوي يذوب. هلا بنخليهم على نار قويه شي 2 3 دقائق وبعدين بننوس تحتهم. يلا رح احط هلا معلقه صغيره ملح.
هذا الرز بعكس البرغل، ما بده كثير نار قويه، البرغل من اول لاخره بده نار قويه. لو حسيناهم بحاجه لمي كمان ما استووا بنعمل حفره بالنص ونضيف لهم شوي، نضيف لهم شويه مي. هلا انا راح اوطي شوي وسط يعني عشان ما يطلع النشا من الرز. فرجان خالتي شو صار بهالرزايات؟ زليته الوش ما مستوي، اعملوا له هالقلبه هي مو كله بس الوش هيك. شايفين الرز ما شاء الله ضل ابيض. ايه لا الحمد لله. والفول لك لونه اخضر. على ايدك يا خالتي ما شاء الله. تسلمي. عم نغطيه هلا، نحن مهدين عليه على اوطى شيء وحاطين تحته يعني هيك حديد سخاني قديمه. ايه مشان ما تعطي النار مباشرة ان شاء الله. هيك بتهدوا وبيستووا على البخار. هلا عم جهز الخيار بلبن بما يستووا الزيات. هلا رح نبدا بتجهيز السلطة. وعاء اكبر رح اضيف اللبن. هاي الثوم معلقة صغيرة تقريبا رح اخفقهم. رح اضيف الخيار نشوف وضعهم كأنه بحاجة لشوية مي، فرح اضيف لهم شوية مي. نضيف شوي ونحرك عشان ما يفسر اللبن ويضل هيك بهالقوام الحلو. هاد مي باردة يعني يفضل تكون مي باردة. هيك صاروا تمام. بدها شوية ملح. هيك جهزت عنا سلطة الخيار بلبن او اللبن بخيار. اكتبوا لنا بالتعليقات شو بتقولوا، لبن بخيار ولا خيار بلبن. هون عم نقلي اللحمات اللي رح نحطهم على وجه الرز الفول. هاي لحمة مسوسة يعني فيها كمية دهون، فعم قليها بدون ما اضيف اي مواد دسمة. هاي ملح وهي رشة فلفل. ما شاء الله شوفوا هالفولات ما شاء الله ذهب ما شاء الله. نحط على وشهم هيك رشة بابريكا. هيك صاروا فولاتنا جاهزين. هلا شوفوا الفول ما شاء الله شايفين. نعمل له هيك تحريكي طالع بياخد العقل ما شاء الله. مفرفات كل حبة بحبتها. هلا انتو اذا لقيتوا بدهم تقلاي فيكم تقلوهم بمعلقة سمنة او زبدة كمان طيبة او سمن عربي. رأيك يا سبدورة بهالرز الفول طيب؟ ايو اطيب هو ولا الفول المقلى؟ لا الفول الرز الفول اطيب. ونحن مشان هيك عاملين لانه في عنا جمهور للفول المقلى وجمهور لا ما بيحب فبيعكل رز الفول. وهلا رح نحط اللحمة على الوجه. هدول الفولات فقشناهم وقليتهم بعد ما قليت المكسرات. رح احطهم كمان. هلا بنرش المكسرات. يا سلام على هاللوحة الفنية. اعطوني رأيكم بالتعليقات، رأيكم بهالمنظر الحلو. جهز عنا اطيب طبق رز بفول. ويا سلام ما شاء الله شايفين. يا عيني مناصر لحالة عم تحكي. وهلأ صار وقت التذوق. يا سلام رائع مع الخيار بلبن. وهلأ لازم نتذوق لكم كمان فول المقلى مع سقسقة زيت. يا عيني وفورا من اللحاب معلقة لبن بخيار. وهيك بكون خلص الفيديو لليوم حبايب قلبي. بتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.